السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي قناة سعد التقنية، أرحب بكم أينما كنتم مع حلقة تقنية جديدة وموضوع جديد، ولكن في الحقيقة هذا الموضوع لم أكن أود أن أنشره ولم أكن أود أن أسرده لكم في هذه القناة، نظرا لأن هذا الموضوع تم مناقشته عبر قناة نايلسات برومو وهي قناة إعلانية وترويجية للقمر الجديد، وكذلك تم نشره في عدد من القنوات التقنية على يوتيوب. لكن الشيء الذي جعلني بكل صراحة نقوم بنشر هذا الفيديو وهذا الموضوع هو معاينتي وملاحظتي لبعض العناوين، بعض الصور المصغرة التي تشير إلى مواضيع تذهب عكس التيار تماما لما هو منطقي وما هو تقني. لكي أكون واضح معكم أصدقائي الكرام، الهدف في يوتيوب أصبح هو هدف المشاهدات، هدف المشتركين، ولكن هدف المصداقية من سوف يسجله في آخر المطاف. لذلك فكر أخي اليوتيوبر في هذه النقطة وهي نقطة المصداقية في المواضيع، قل الحقيقة وحاول أن تجتهد بتحليل تقني منطقي. المهم سوف نتحدث إن شاء الله في هذا الموضوع، وهو الموضوع المرتبط بأقمار الجيل الثالث من سلسلة أقمار نايلسات. نحن نعرف أنه فور إطلاق أي قمر اصطناعي كيفما كان في أي مدار، فالهدف رقم واحد الذي يأتي عليه وهو تعويض ذلك القمر الاصطناعي الجديد بالقمر الاصطناعي القديم الذي انتهى عمره الافتراضي، أو عمره الافتراضي لم يتبقى له أي شيء، وبالتالي يتم طبيعة الحال تأمين قمر اصطناعي في نفس المدار في حال ما إذا وقع مشكل في القمر الاصطناعي السابق، فالقمر الاصطناعي الجديد سيكون رقم واحد بالنسبة لكل مزودي خدمة البت. إضافة إلى ذلك، أي قمر اصطناعي جديد يأتي قصد يعني توسيع نطاق التغطية من الدرجة الأولى، تصحيح مجموعة من المشاكل على مستوى الشوشرة، كذلك تقوية عدد القنوات القمرية، يعني يصبح عدد القنوات الترددية القمرية أكبر من سعة القنوات القمرية في الأقمار السابقة. يعني هذا طبيعة الحال يكون هو الهدف الأساسي والأسمى. بالإضافة إلى ذلك يتم تطوير مجموعة من الخدمات المرافقة للبت الفضائي، لأن القمر الاصطناعي عندما يتم إطلاقه فهو يشمل عدد من خدمات الأخرى كخدمات الاتصال، خدمات الأنترنت، خدمات الجي بي إس، خدمات الرصد، وخدمات التصوير، وكذلك التحديد. كل هذه الأشياء فهي تكون في القمر الاصطناعي الذي يقوم ببث إشارات موسعة على مستوى منطقة محددة. إذن عندما نتكلم على قمر نايلسات، فأول انطلاقة كانت لهذه الشركة كانت سنة 1996، وفي سنة 1998 تم إطلاق أول سلسلة أقمار الجيل الأول من النايلسات، وهو قمر نايلسات 101. كانت يعني تبت عليه مجموعة من القنوات بشكل تناظري، من أبرزها قناة العراقية. يعني من يتذكر قناة العراقية في مدار السبعة غرب أيام البث التناظري فسيتذكر أنها كانت هي رقم واحد في مدار السبعة غرب. لكن بعد مرور سنتين تقريبا أو ثلاث سنوات، أي في سنة 2000 بالضبط، تم إطلاق القمر الاصطناعي الجديد نايلسات 102، والذي يعتبر أشهر قمر اصطناعي منذ انطلاق شركة نايلسات على يعني على الفضاء. نايلسات 102 كان يحمل عدد كبير من القنوات المضغوطة بصيغة الاس دي وقنوات رقمية. يعني كان في ذلك الوقت أصدقائي الكرام القنوات تبت على عدد نوابط 4 بيسكا. الآن أصبحنا نشاهد قنوات 8 بيسكا، وربما في المستقبل ستكون قنوات 16 بيسكا. كلما ارتفع البيسكا أيها الكرام، كلما نتحصل على القنوات بمعدل شوشرة منخفض في الأجواء الممطرة، وكذلك الأجواء يعني المتقلبة، يعني تكون الإشارة ثابتة، مما يعني أنه من الممكن أن نستقبل هذه الإشارات بصحون صغيرة وبدون أي مشاكل، عكس ما كان عليه في السابق. كان من الواجب علينا توفير صحن أكبر من 1.10 متر للحصول على الإشارة. الآن صحن 65 50 45 أصبح يتيح لنا إمكانية مشاهدة القنوات والحصول على إشارات بدقة عالية وبدون أي تشويش وبدون
بدون أي مشاكل. لذلك أصدقائي الكرام، فعندما يتم طبيعة الحال تطوير PSK يعني أو معدل تصويب الخطأ عندما يتم رفعه أصدقائي الكرام، فهنا نتحصل على إشارات جيدة، وهذا طبيعة الحال ما جاءت عليه أقمار الجيل الثالث والجيل الرابع في الوقت الراهن. قلت لكم أنه في سنة 2000 كانت بداية المجال الرقمي، يعني في كل بيت أصبحت تشاهد على أنه يتوفر على جهاز رقمي، يعني كان بأثمنة يعني باهظة في ذلك الوقت. كان القمر رقم واحد بالنسبة للمدار الرقمي بالنسبة لنا كمغاربة هو مدار السبعة غرب. الناس كانوا من قبل يستقبلون يعني قنوات 16 شرق، من يتذكر ذلك المدار أيام البث التناظري سنة 1996 97 98 99. كذلك انتقلت القنوات من نيلسات 102 و1 إلى قمر نيلسات 201، وتم طبيعة الحال توزيع عدد من القنوات الأخرى على أقمار تبت على نفس المدار المرتبط بسبعة غرب. وهذه المدارات أو هذه القنوات ليست لها علاقة بالقمر نيلسات، يعني تبت على مدار يوتيلسات سبعة غرب، يوتيلسات 8 غرب، أتلانتيك 12 غرب، ولكن بالنسبة لمدار السبعة غرب المخصص للنيلسات فهو لا علاقة له بمدار الأقمار الأخرى المجاورة، يعني فقط جاءت لكي تستفيد من الزخم وكذلك من المشاهدة التي يتم طبيعة الحال تعميمها على المستوى العربي على ذلك المدار. تم طبيعة الحال الاستفادة منه لإطلاق قنوات تبت على نفس المدار، لذلك أصبحنا نجد على أن عدد القنوات يفوق 2000 قناة في مدار السبع غرب، مع أن مدار النيلسات يعني فهو لا يحمل عدد كبير من القنوات القمرية. عندما نتحدث في القمر الموجود في الوقت الراهن قمر نيلسات 201 الذي تم إطلاقه سنة 2010، وتم طبيعة الحال تحويل جميع القنوات في مدارات في قمر نيلسات 101 و2 إلى 201 الذي يعتبر قمر الجيل الثاني من سلسلة أقمار النيلسات، الذي يحمل 24 قناة قمرية في نفس الوقت وأربع قنوات يعني أربع قنوات قمرية بالنسبة للإنترنت أو خدمات الإنترنت التي تبت عبر نطاق الكابند. جميل، إذن الوقت تتطور كما قلت لكم في بداية الفيديو. هذا القمر عوض الأقمار السابقة، يعني تخيل معي قمرين بسعة قمر واحد 201، لكن بعد مرور 10 سنوات تقريبا في سنة 2016 تم التخطيط لإطلاق قمر نيلسات الجديد وهو قمر الجيل الثالث نيلسات 301. في سنة 2022 تم تأجيل عملية الإطلاق تقريبا لمرة أو مرتين، وتم إطلاقها طبيعة الحال مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية على متن مركبة فالكون 9. والقمر الاصطناعي هو من الجيل الثالث، تم إطلاقه على المدار البيضاوي، لأنه نعرف على أنه يتم إطلاق القمر على المدار البيضاوي ثم يتم طبيعة الحال تعديل ذلك المدار إلى المدار العرضي لكي يكون طبيعة الحال في المدار الحقيقي، أي مدار القمر الاصطناعي الذي سيرسل إشارته يعني قصد التجريب، لأنه طبيعة الحال قبل أن يتم التجريب يكون في مدار بعيد نوعا ما، قد يكون في 10 غرب، في 20، في 40، في 60، المهم حتى يتم التأكد أولا من جميع التقنيات التي يوفرها هذا القمر، التجاوب من خلال هذا القمر، كذلك الطاقة الاستيعابية وعدد من الخدمات قبل التسليم النهائي لشركة نيلسات التي ستتحكم في كل معداته وكل تقنياته، وطبيعة الحال هي التي سوف تتحكم في المزودين الذين سوف يتم طبيعة الحال استضافتهم على هذا القمر وبت قنواتهم. وكذلك في حال ما إذا كان العمر الافتراضي للقمر 201 على يعني سيشرف على النهاية قريبا، فسوف يتم إعلان جميع المزودين بضرورة الانتقال لهذا القمر الاصطناعي الجديد، وكذلك إعلام مشاهديهم قصد هذا التغيير على ترددات محددة. وبالتالي أصدقائي الكرام، القمر الجديد نيلسات 301 فهو يشمل سعة قمر نيلسات 201 وسعة قمر 101 وسعة قمر
اثنان او 103، المهم كل هذه الاقمار الثلاث التي تم اطلاقها طيله هذه السنوات يشملها هذا القمر الاصطناعي الوحيد الذي تم تطويره لكي يشمل عدد كبير من القنوات التردديه القمريه الذي يصل الى 38 قناه قمريه بالضبط وست قنوات قمريه بالنسبه للانترنت عالي النطاق والذي سيلتقط في عدد من الدول العربيه والدول الافريقيه. فحتى بالنسبه لتغطيه البث اصبحت موسعه مقارنه مع 201، بالنسبه كذلك للنطاقات الجديده والتي سيتم توفيرها كخدمات الاي بي تي في OTT كذلك يعني خدمات الاتصال عالي الجوده، هذه الامور قد تكون حصرا على مناطق محدده، الانترنت قد يكون حصرا على مناطق محدده، ولكن بالنسبه للاشياء التي يتم اطلاقها يعني لعامه الناس القنوات الفضائيه بصيغه SD HD Full HD 4K كلما تتطور سلسله الاقمار الاصطناعيه فعدد النوابض يصبح كبير، اضافه الى ذلك معدل تصويب الخطا كذلك يصبح مرتفع، وبالتالي يعني انه فالطاقه الاستيعابيه لهذا القمر في ارسال اشارات كبيره ستكون ميسره بالنسبه للصحون الصغيره، وحتى بالنسبه للانبود سوف يكون او السامبول سوف يكون مرتفع في هذه الحاله، مما يعني انه ضغط عدد كبير من القنوات في اشاره واحده. اذا اصدقائي الكرام هذا كل ما يوجد في الموضوع، لا يوجد لا قنوات لا ترددات ولا اي شيء، فكل هذه الاشياء قد يتم الاعلان عنها فور اطلاق الخدمه بصفه رسميه بعد شهر او شهرين او 6 أشهر او سنه، يعني لا تعتقد انه فور اطلاق القمر سيتم الاعلان عن شيء، لانه لن يتم الاعلان عن شيء حتى يتم التاكد كما قلت لكم من الخدمات من التقنيات من كل شيء. اذا اصدقائي الاحباء هذا كل ما في الامر، اتمنى ان اكون قد وضحت لكم الفكره، فهمتم الموضوع من الأساس ليس فقط مع النيلسات ولكن مع أقمار أخرى في المدارات. أرجو من الله أن أكون قد وفقت، إلى اللقاء.